صناعة الفخار التقليدية تزدهر في غزة عقب إقبال الفلسطينيين على شراء الأواني الفخارية عوضاً عن ثلاجاتهم المفتقرة لإمدادات الكهرباء التي تعثرت بسبب استمرار الحصار الذي ضربه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر. عن هذه الصناعة من الصناعات اليدوية القديمة، هي صنعة تراثية اللي بتجسد علاقة الإنسان الفلسطيني ودرجة ارتباطه بأرضه وتاريخه. طبعاً الصناعة هذه اليوم زاد الطلب عليها كثيراً بسبب الحصار وبسبب عدم وجود الكهرباء. اليوم الناس بتستعيض عن الثلاجات وعن المية الباردة الموجودة في الثلاجات بأن الأواني الفخارية، لأنه من خواص الفخار أنه بيعمل على تبريد اللي هو المياه، بالتالي فإن الطلب على هذه الصناعة صار كبير. أزمة الوقود والكهرباء المتفاقمة أجبرت الخزافين على تشكيل الفخار يدوياً، كما أحوجتهم إلى استخدام الخشب ذي التكلفة الباهظة لإيقاد الأفران الفخارية. طبعاً هذا البريق أنا ما كنتش أشوف إلا في زمن أجدادنا، وإحنا رجعنا لزمن أجدادنا اللي هو زمن قديم جداً جداً جداً، لا يوجد عندنا لا كهرب ولا حتى مي فلتر عادي ولا أي إشي، يعني مقومات الحياة صفر. احنا بنعاني كتير 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 من المية، من الكهرب، من سوء التغذية، من كل الأشياء اللي حوالينا بنعاني منها. سلطة المياه الفلسطينية كشفت في وقت سابق عن تراجع نصيب الفرد من المياه في غزة منذ بدء العدوان ب97%، لتتراوح حصته بين 15 لتراً و3 لترات يومياً. أحمد شهيد، ترى عربي.